كتابنا من المعرض اليوم موجود في جناح دار النفائس بالقاعة الثانية، وعنوانه دليل الأسرة الطبي المصور من إعداد الدكتور هاني عرموش ومراجعة الدكتور موفق العمري. نظرة سريعة على موضوع هذا الكتاب. هذا الكتاب يجسد مقولة الإنسان طبيب نفسه خير تجسيد، فهو مرجع ودليل ومرشد يحتوي على معلومات تساعد القارئ في معرفة وضعه الصحي وتحسينه، ومخططات تطرح أسئلة والإجابة توصل إلى معرفة المرض. كما يحتوي الكتاب على شروحات مفصلة لكل مرض قد يصيب الإنسان وطرائق معالجته، وما يمكن أن يواجه المريض عند الطبيب وفي المستشفى، مشاكل عامة تتعلق بالنساء والرجال، وأعراض خاصة بالأطفال والمراهقين وكبار السن. يورد المؤلف في الكتاب معلومات ونصائح حول إمكانية وكيفية تحسين الوضع الصحي للإنسان بشكل عام، بحيث يتمكن من تشخيص مرضه بنفسه بطريقة سهلة وسريعة ومفهومة. وفي أحد أبواب الكتاب يتحدث عن الأمراض والاضطرابات التي يعاني منها المرضى، ويشرح معظم الأمراض التي تصيب البشر، وبشكل يستطيع به كل قارئ أن يكون فكرة واضحة عن مرضه وأن يعرف أسبابه وأعراضه ومضاعفاته ومخاطره. إن هذا الكتاب باختصار موسوعة لا تستغني عنه أي أسرة، صيغ بأسلوب شائق وطريقة مبتكرة، وزود بصور توضيحية شاملة ووافية اعتمادا على أوثق المصادر وأحدثها. دليل الأسرة الطبي المصور موجود الآن في معرض الشارقة الدولي للكتاب في جناح دار النفائس القاعة الثانية.